السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابع قناة تعلم لتحترف أينما كنت. أسعد الله أوقاتك بكل خير، أرحب بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سأريك الطريقة السهلة لتشغيل المشغل الجديد لليوتيوب، والذي تم اقتراحه منذ أيام في الدول الأجنبية، والآن أيضا يمكنك تشغيله بسهولة تامة دون الحاجة إلى تحميل أي إضافة أو أي شيء من هذا القبيل. الأمر بسيط جدا، وأيضا يمكنك تجربه وتطبيقه، الاعتماد عليه، وإن لم تكن تريد الإبقاء على تلك أو ذلك المشغل الجديد، فيمكنك استرجاع المشغل القديم. إذن أمر مباشرة إلى هذا الرابط الذي سأضعه في تحت الفيديو كما جرت العادة. بعد ذلك عندما الدخول إليه ستضغط هنا على إيسي لوليكتور أو على حسب اللغة التي تعتمدها في حاسوبك، وبعد الضغط عليه مباشرة تم تفعيل هذا المشغل الجديد. وبالتالي سأذهب إلى إحدى الفيديوهات الخاصة بي، فكما تلاحظ معي الآن هنا فهو عادي كما جرت به العادة، لكن عندما أقوم ب إعادة تحديث الصفحة ستلاحظ معي السلام عليكم ورحمة الله تعالى. سأوقف الفيديو كما تشاهد معي الآن هنا، فهو شفاف وجميل جدا، ولا يحتاج لأي أمر، فقط بكل بساطة فقط ضغطة واحدة هنا وتذهب لي تشاهد. فكما تشاهد معي الآن سأكبر الصورة، فهذا هو القارئ الجديد الخاص باليوتيوب. إذن كذلك كما قلت، فيمكنك إعادة القديم فقط بالضغط هنا، ستقوم بإعادة القارئ القديم كما تشاهد معي هنا. إذن أتمنى أن يكون الشرح قد أعجبك. لا تنسى الضغط على اللايك لي التشجيع، وكذلك الضغط على اشتراك لكي يصلك الجديد الدائم. إلى اللقاء في فيديو جديد بحول الله.